صحيح انه ابي واخي استشهدوا، لكن هذا الشيء ما دفعني لاحمل السلاح بقدر ما دفعني لاحمل المصابين وحاول انقذهم من مصير ابي واخي. وانا بقيت هون من شان الحياه، كان خيار الهروب من الموت وارد، لكن خيار الدفاع عن حياه اهلنا هو الامل. انا صغير بس انا بعرف انه حيقصفونا كرمال نترك لهم بيوتنا وبلادنا، لكن انا وعدت رفقات الشهداء في الصف انه ما راح نروح وتركن. مين راح يسقي قبورن اذا انا رحت؟ طيب يعطشوا. يا ابني قضيت كل عمري شبعانه بس مكسوره وخايفه، هلا يمكن تمر علينا ايام نبرك فيها ونجوع، لكن ما عاد الطياره تخوفنا. الطياره بتخوف بس ما بتزل، بتحس تحتها انك بطل لانه بتعرف ان الطيار هو اللي خايف.